حالة من القلق تنتاب العاملين بالقطاع الصحي في محافظة حضرموت إزاء التزايد المتسارع الذي طرأ مؤخرا في أعداد الحالات المشتبه بها والمؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع بالكوادر الطبية إلى رفع مستوى تحذيراتهم من عواقب الاستمرار في تجاهل مطالبهم بسرعة إعلان حالة الطوارئ والإغلاق الجدي لمنافذ المحافظة وفرض حظر للتجوال ومنع التجمعات. هناك خطورة كبيرة جدا في المنحنى الأوبائي، هناك تزايد في عدد الحالات سواء كان في محافظة عدن أو في محافظة حضرموت. نحن في حضرموت الآن سجلت 3 حالات، وهناك 3 حالات مشتبهة عبارة عن أشخاص مخالطين للحالات المصابة بدأت تظهر عليهم الأعراض. هناك أعداد كبيرة من المخالطين المحتكين المباشرين، أكثر من 52 مخالط متوزعين على مديرية مدينة المكلا ومديرية دوعن. هناك آلاف من الوافدين الذين دخلوا منافذنا في الفترة الماضية من خلال 3 أسابيع الماضية من محافظة عدن. لكن هذا القلق لا يلقى انعكاسا كبيرا لدى الشارع. المواطنون في محافظة حضرموت يعيشون أجواء شهر رمضان بذات التفاصيل اليومية التي اعتادوا عليها في السابق. الأسواق منتعشة بالحركة التجارية وتضج بالباعة والمتسوقين مع غياب أي وجود لوسائل الحماية الشخصية. هنا في وسط الأحياء السكنية وبين أزقة حارتها تقام فعاليات الختائم الرمضانية، وهي التي تشهد إقبالا كثيفا من الأهالي والزوار الذين يرون فيها عادة رمضانية تعزز من مظاهر التقارب الاجتماعي في مشهد لا يمكن وصفه إلا بأنه نموذجا لحالة اللامبالاة بالتحذيرات من خطورة الوضع الوبائي. الختائم الرمضانية هي عادة درج عليها الحضارم منذ سالف الزمان، واليوم في ظل الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا إلا أن الحضارم مصرين يعني أنهم يحتفلوا بهذه العادة. هذا تقاليد هم عرفهم متمسكين عليها، واليوم عندهم فرحة اليوم. وكورونا هذه الكل ماشية، وهذا يعني بيتموا ماسكين بالتقاليد حقهم وفرحة عندهم اليوم الأطفال خاصة الأطفال. مراقبون يرون أن الغالبية من السكان يتعاملون مع أنباء عودة الوباء من جديد باعتباره خطرا لن يصل إليهم، وهو بالتأكيد اعتقاد خاطئ خصوصا بعد تسجيل مدينة المكلا ل3 حالات مؤكدة الإصابة ووضع العشرات من مخالطيها تحت الإجراء الصحي والمتابعة الوبائية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.